خرطوم عاد المستشفى الجنوبي إلى إدارة مستشفى خرطوم، وكان تحت إدارة قطاع خاص، وفي فترة سابقة لم تنجح هذه التجربة، ونحن إذ نعيد هذا المستشفى إلى إدارة مستشفى الخرطوم كان يحتاج إلى تأهيل كامل، خاصة في العمليات والعناية المكثفة والغرف الخاصة. ونحن نأمل بعودته إلى إدارة مستشفى الخرطوم وهي قادرة على إدارته أن يكون فيه إضافة كبيرة جدا للخدمات في مستشفى الخرطوم. الفكرة أنه هذا المستشفى سيعمل بطريقة اقتصادية بأجر، ولكن حيكون إن شاء الله في مقدور كثير من المرضى، وحيكون أخف من المستشفيات الخاصة. وفي بعض الناس بيطلبوا فندقة يمكن تكون أجمل وأعلى، وده ما يتيح لهم هذا المستشفى. ولكن أهم من ذلك أنه في عيادات تخصصية فوق التخصصية، من عيادات أطفال وجرحى، عيادة جراحة الأطفال، وعيادة التجميل والعظام، وكل هذه العلاجات والجراحات الخاصة ستكون إن شاء الله إضافة كبيرة جدا في من هذا المستشفى، المستشفى الجنوبي، إلى مستشفى خرطوم. النقطة الثانية هو طبعا هيكون إن شاء الله فيه مورد دخل، مورد دخل لمستشفى الخرطوم، ليكون زي وقف يعني لهذا المستشفى، وإن شاء الله برضه يكون فيه تسهيل للأطباء وللكوادر الطبية الأخصى، أنه يكون عندهم دخل إضافي، عندهم دخل إضافي من هذا المستشفى، وهو توطين للعلاج، وفيه تأهيل يعني إن شاء الله فيه إعانة لكثير من الكوادر الطبية والأطباء أنه يأخذوا دخل إضافي عشان يبقوا في هذه المستشفيات، بدل أن يعملوا في المستشفيات الخاصة خارج المستشفى في وقت العمل. نلاحظ أن حكومة الولاية بروف مامون حميدة وزير الصحة الآن هي تعمل على تأهيل البنى التحتية وفق المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم. إلى أي مدى الآن وزارة الصحة تنفذ في هذا المخطط الهيكلي التنموي العمراني لخدمة الجانب الصحي؟ حقيقة في الهيكل الجديد مستشفى وسط الخرطوم لابد أن يخفف عليه الحمل ويجفف، لا أقول يجفف، ولكن الحركة تكون فيه أقل، وأي خدمة ممكن الناس يقدموها خارج الوسط، وسط الخرطوم حقه تقدم، خاصة الخدمة الطبية. يعني مستشفى الخرطوم ممكن الكسر كاهله هو المرضى بأمراض يمكن أن تعالج في الأطراف، يعني ما في سبب يخلي مرأة من مايو، من مناطق السلمة وهذه المناطق النائية تجي من هناك عشان تلد ولادة طبيعية في مستشفى الخرطوم اللي يمكن تتم في أي مستشفى آخر بالقرب منا. فإذا خففنا على هذا المستشفى دي برضو جزء من الخطة الكبيرة. الثانية طبعا المستشفى مكتظ، الشارع مكتظ جدا بالعيادات في شمال الشارع، ونحن المنطقة بتاعت المستشفى ذات إن شاء الله حنخفف ما يمكن أن تخفيفه، عشان كده المشرح إن شاء الله في غضون شهرين حتنتقل إلى بشائر. وبرضو في منحة الهيكل أيضا مستشفى بشائر إن شاء الله حتكون فيه برضو شراكة مع جامعة النيلين، ويمكن تكون برضو فيه كلية الطب جامعة النيلين تنتقل إلى بشائر، ودي برضها جزء من المخطط الهيكلي، فأنه عدد الطلاب الذين يعني يزحمون وسط الخرطوم عدد كبير، وأي فرصة أنه نرحل بعض الكليات إلى خارج الوسط يكون فيه خير. وجامعة الخرطوم برضو نقلت كلية علوم المختبرات إلى منطقة السوبة، وفي هنالك برضو أفكار كبيرة جدا في نقل طلاب الإسلامية إلى منطقة الصالحة، ونحن الآن وضعنا الخطة لقيام مستشفى إن شاء الله في الصالحة. تمت الخرطة، مدفوعة الثمن من وزارة الصحة ولاية الخرطوم، فدي كلها أفكار أنه نخفف على الوسط إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالسادة المشاهدين